مرحبا بكل ضيف حاضر عند من بالكرم مدهالي هاجسي بالترحيب مطر باسم شيخ على منزلي باسم شيخ على منزلي مرحبا بكل ضيف حاضر عند من بالكرم مدهالي هاجسي بالترحيب مطر باسم شيخ على منزلي باسم عايض فخر يا الشاعر خل صوت الرحبة عالي خل صوت الرحبة عالي عايض اللي له حق فخر يومه مضرب الأمثالي وباسم الزهر الكل حاضر مرحبا وكل من جغالي باركوا من بسيط شهر هذا عبد العزيز الغالي هذا عبد العزيز الغالي العريس الأمير الظاهر طيب الصيت والأفعالي بالوفا وطيب الأخلاق ماهر شان عبد العزيز العالي عايض بن علي صيته عطر ما له بطيب تهم ثاني ما له بطيب تهم ثاني والخوال الشيوخ العمر من عسير طيبين الفالي بالنسيب الأصيل فخر بالشعر في بيوت جزالي في علي بن محمد حاير هاجسي في نظوم أمثالي هاجسي في نظوم أمثالي من سلايل لهم صيت باهر على قرقر خيار رجالي والصلاة بواله والآخر عن النبي والصحب والآلي والصلاة بواله والآخر عن النبي والصحب والآلي عن النبي والصحب والآلي مرحبا كرم مدهالي هاجسي بالترحيب مطر باسم شيخ على منزالي باسم عايض فخر يا الشاعر خل صوت الرحبة عالي خل صوت الرحبة عالي عايض اللي له حق فخر يومه مضرب الأمثالي وباسم الزهر الكل حاضر مرحبا وكل من جا غالي باركوا من بسيط شهر هذا عبد العزيز الغالي هذا عبد العزيز الغالي العريس الأمير الظاهر طيب الصيت والأفعالي بالوفا وطيب الأخلاق ماهر شان عبد العزيز العالي عايض بن علي صيته عطر ما له بطيب تهم ثاني ما له بطيب تهم ثاني والخوال الشيوخ العمر من عسير طيبين الفالي بالنسيب الأصيل فخر بالشعر في بيوت جزالي في علي بن محمد حاير هاجسي في نظوم أمثالي هاجسي في نظوم أمثالي من سلايل لهم صيت باهر على قرقر خيار رجالي والصلاة بواله والآخر عن النبي والصحب والآلي والصلاة بواله والآخر عن النبي والصحب والآلي عن النبي